صباح الخير لكل متابعي مريم تي في اليوم الاربعاء اليت انا معكم على الموعد للساعه 12 مع مواضيع متنوعه ومميزه كالعاده مجر الخير اليت صباح الخير ريتا يعني اليوم حابه نبلش حلقتنا بشيء ليقوي العلاقه الزوجيه قالنا يه البابا فرانسيس ويلي هو اليوم لا تتكلم بل أصغي لا هيدي مش البابا فرانسيس هيدي رح نرجع نقولها من بعد البابا فرانسيس أنت متزوج قالنا البابا فرانسيس كن قديسا بأن تحب زوجتك وتعتني بها كما فعل المسيح مع الكنيسة الحب والاعتناء أكيد ما بنقدر نصل إلا مع الحوار والحوار أساسه إليت هو الإصغاء ومن هون حبيت أقول لك الحدن عم يسمعني انه اليوم جرب ما تحكي بل اصغي الى الاخر وحاول ان تضع نفسك مكانه فتفهمه وتتعاطف معه وبمجرد انك اصغيت تكون قد ساعدته مساعده كبيره، عن جد الاصغاء والحوار هن اساس للعلاقه الزوجيه يلي بايامنا اللي عم نشوف كثير مشاكل الأصحة. للاسف مع القعده بالبيت مع هالحاله يلي نحن هو الحوار يعني. والاصغاء ريتا مش بس انه بالحياه الزوجيه بكل علاقات البشر مع بعضهم علاقات الناس واليوم 25 تشرين الثاني من كم من كل سنه بتبدا حمله اورنج ذا وورد هالحمله يلي هي ضد العنف ويلي بتبدا وبتمدد على مدى 16 يوم وبتنتهي ب 10 كانون الاول اللي هو اليوم العالمي لحقوق الانسان 16 يوم من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي هدف هيئه الامم المتحده للمراه من خلال هالحمله هو انهاء العنف ضد النساء والفتيات السنة الشعار مختلف عن غير سنوات لأنه نحن بحالة حجر رح نشوف شعار السنة لسنة 2020 شو كان بهيئة الأمم المتحدة للمرأة الهدف اذا وشعار حمله اورنج ذا للسنه هو صندوق استجابه منع وجمع لانه اظهرت التقارير انه بسبب الاغلاق التام وبانه الاشخاص متواجدين كتير مع بعضهم زادت كتير حالات العنف السنه وبما انه ما راح يقدروا يعملوا احتفالات مثل ما كانت تصير بالسنوات قبل وحوارات ولقاءات واجتماعات طلبت منظمه هيئه الامم انه السنه تكون كل هالاحتفالات عبر وسائل التواصل طبعا عبر يوتيوب عبر فيسبوك وكل الحملات تهدف الى ممنوع العنف ضد الفتيات والنساء هالدعوه هي طبعا موجهه للجميع وبيقولوا انه هي للحصول على عدم ارتكاب العنف ضد المراه او التغاضي عنه او التزام الصمت بشانه وبتقول المنظمه انه معا يمكننا احداث التغيير، فمطلوب من كل شخص عم يتعرض للعنف انه ولو عبر وسائل التواصل يوصلوا صوتهم لانه خلص عن جد ممنوع. لما بيعرفوا انه المعنفه قد تكون الام الام يلي هي اعطت الحياه للشخص يلي هي 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 اهم رمز للمحبه للعطاء للحنان للتخلي عن الذات لشو ما صحيح. بدك بالعيله المعنفه ايضا قد تكون الزوجه يلي لما يتزوجوا كنا عم نشوف هلا انه عم بتقولي يا ريتا انه الحوار وال والتفاهم انه بيتفقوا انه هن على السراء والضراء رح يمضوا الحياه مش انه على مشكله بدهم يتخانقوا وتعنف المراه لانه مثلا خالفت شيء او بعمر العنف ما وصل اصلا لنتيجه ايجابيه 100% وقد تكون الابنه كمان الابنه يلي هي يلي هي السند بالكبر يلي هي او اللي فيها تكون كمان الاخت فيها تكون. إيه. الاخت اللي هي الام الثانيه ايام كتير بنشوفها بغياب الام او حتى بحضور الام الاخت م. قد تكون ف بهال عشر يوم رجاء التزموا وجربوا قد ما فيكم تشيلوا يعني تخففوا من كل مشاعر العنف الموجوده عندكم وبدلوها بالحب بالاحترام بالحنان وبالمحبه اللي مفروض انه تكون هيدي الطريقه الانسب للحوار مع كل امراه وكل فتاه. بل الاساس صحيح صحيح أه خلونا نشوف هلا أه وقفه ميلاديه وقفه ميلاديه وقفه ميلادية. نعم <applause> بالآبي والابني والروح القدس الإله الواحد أمين بمسيرة التهيئة لاستقبال المخلص بهالصوم الميلادي منوصل للنبي الثالث من الأنبياء الصغار بالكتاب المقدس عاموس معنات اسمه حامل الثقل هالتسمية بتدل قديش شعب الله كانت خطيئته تقيلة وقديش كانت مهمة النبي كمان تقيلة وحملة ثقيل ولكن بنفس الوقت عم بتكون فترة انتظار لها حمل الله الرافع خطيئة العالم وبأخذها كلها على عاتقه ونحن بتجسده عم نبلش هالمسيرة كيف ربنا بدو يكون شوي شوي عم ينمى معنا تا نحنا نكون عم نعرف ننمى معه هالحمل الوديع المتواضع بدو أنه نحنا نكون عم نتوب دينونة الله لألنا بتكون إذا ما سمعنا هالكلام اللي عم بقوله المخلص لأنه كلام المخلص هو منفعة لالنا هو منو بحاجة نحنا بحاجة أنه نعرف نصغي إلى كلام الحياة الأبدية أمين <applause> شكرا للاب انطونيوس ألبيطار على هالوقفه التامليه الميلاديه ونحن ايضا مفروض انه نكون عم نحضر قلوبنا مش بس بيوتنا قلوبنا حتى يكونوا احلى مغاره نستقبل فيها المخلص يلي نقبل ان ياتي ويخلصنا دايما هيدا رجينا كل يوم اكيد بنستقبله بالتوبه بالتواضع والمحبه اكيد ومن هون بنروح على حاله طقس الطقس لليوم رح منودع الطقس الحلو اللي كنا عم نشهده على كم يوم ابتداء من الليله رح تبدا الامطار الغزيره والعواصف الرعديه يلي رح تستمر ليوم السبت رغم انه رح منشوف انفراجات شوي يوم الجمعه ويوم السبت صباحا مثل ما عم نشوف هالموجه يلي يلي واصلة إلى الحوض الشرقي للبحر المتوسط عبر شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، رح يبدأ تأثيرها مثل ما قلنا ابتداءً من مساء اليوم ورح تتأثر أكثر المناطق الوسطى والجنوبيه والساحليه، رح بيكون لها الحصة الكبيرة من الأمطار بينما المناطق الشماليه رح تبقى شوي بعيدة. عن هالكمية الكبيرة من الأمطار آه مثل ما قلنا المنخفض رح ينحسر يوم السبت الحرارة اليوم على الساحل 23 بالنهار و16 ليلا أما بالبقاع 16 نهارا و6 ليلا على الجبال على ارتفاع 1200 متر 16 بالنهار و6 ليلا على ارتفاع 2000 متر مثل ما عم نشوف بدأت الثلوج تغطي مناطق كثيرة بلبنان آه حرارة بالليل 3 وهالمنخفض يلي حمل معه ريح قوية أه بدنا نتمنى على الكل انه ينتبهوا ما تتركوا شيء برا على الشرفات انه يقدر يوقع ويأذي اشخاص لا يلي عندهم أه بيوت النيلون يلي بيزرعوا فيها كمان مفروض تسبتوها كثير بتعرفي ريتا أه أه نحن ساكنين يعني حد حد منطقة فيها فيها صراحة. بيوت نيلون انت بتعرفي بس يجي الهواء بطير النايلون بتفكري انه بصير يبرم مثل التوربيون يعني يعني اذا ما ثبتون اكيد بصير عندهم خسائر كثير كبيره بالمزروعات اللي يلي بيبقوا بقلبهم فبليز انتبهوا جاي الشتاء جاي الثلج وجاي البرد لانه رح تنخفض درجه الحراره بهودي اليومين وبيرجع يوم الاحد بترتفع تتصير مثل اليوم يمكن يعني الدرج. تأسنا ببشر بس بموسم للتزلج حلو كتير ان شاء الله ان شاء الله الاحوال كورونا تكون صارت احسن نقدر نستفيد منه على على سيره هذا الموضوع اليوم رح ياخذوا القرار اذا رح بكفوا باللوك داون او لا رح يفتح البلد ويبدو انه في توجه لا لانه كل المطالب والاقتصاديين عم يطالبوا انه يرجعوا يفتحوا المصالح لانه نحن على الابواب عيد نتمنى انهم ياخذوا الاحتياطات الصحيح صحيح. صحيح والى متفرقات كل سنه مثل هالوقت بنكون ناطرين لحتى نحط شجره عيد الميلاد ونكون عم نعمل شوبينج لحتى نحط اشياء جديده ونحتفل بهالعيد مثل مثل ما لازم. للاسف السنه كمان عم نرجع نستعمل الاشياء القديمه ولكن شي مره سألتوا من امتين بلشنا نحن كمسيحيين نحط شجرة عيد الميلاد ولا شو بترمز شو هو تاريخ شجرة عيد الميلاد اليوم رح خبركن عن هالشيء قصة شجرة عيد الميلاد ما بلشت من الكتاب المقدس لا بالعهد القديم ولا مزبوط. بالعهد الجديد إنما عرف عرفت من الأعياد الرومانية القديمة وقت اللي كانوا الرومان يستخدموا شجرة شربة الراعي كزينة بحفل عيد ميلاد الشمس التي لا تستنصهر ولما تحدد عيد يسوع المسيح ب25 كانون الاول ولدت معه قصه شجره عيد الميلاد يلي صارت تقليد لا غنى عنه ومع احتفالات المسيحيين على مستوى العالم اجمع وتم اعتبار اوراق شجره شربه الراعي يلي لها شوك رمز لاكليل المسيح اما الثماره يلي لونها احمر فهن اشاره الى دمه والمراق عند صلبه هناك كمان روايات أخرى عن قصة شجرة عيد الميلاد المجيد وهي بتستند على حدث هروب العائلة المقدسة إلى مصر وبيرووا أنه كانوا جنود هيرودوس رح يلقطوا العائلة المقدسة إنما كمان هيدي الشجرة فتحت أغصانة وأخفت العائلة فكفأ الرب بيجعلها دائمة الخضار وبالتالي رمز للخلود بالطبع هذه القصة منها حقيقية وإنما هي جزء من محاولات أنه يضيفوا الطابع المسيحي على عيد الميلاد بالخصوبة أما القصة الثانية اللي رح أخبركم عنها هي كمان ترجع للقرن العاشر بإنجلترا وقت اللي وقت اعتبروا انه رمز الشجره اه سوري الشجره هي رمز للحياه المذكوره بالتوراه وتزيينها بعيد الميلاد بالاضواء الملونه هذا الشيء بيرجع الى انها بترمز للحياه والنور يلي هو لنا يسوع المسيح وتم تزيين اول شجره عيد الميلاد اه بالتفاح الاحمر والورود واشرطه من المش بانجلترا بعهد الملكه فيكتوريا عام 1840 بعد الميلاد تم تزيين شجره ضخمه بالقصر الملكي وهي شجره عيد الميلاد بهذا الوقت انتشرت عادة تزيين شجرة عيد الميلاد المجيد كتقليد بمثل هذا الوقت من كل عام إن شاء يا رب وإيه. إن شاء الله <applause> يا رب تكون بكل بيوت العالم كنا عم نسمع أنه كتير صار غاليين الزينة وغاليين الشجر ولكن يمكن غصن شجره خضراء فيكم تجيبوه وتزينوه هو اللوجيست يعني مجرد وجود انه الضوء مثل ما قلتي والمغاره مغارة يلي هي اهم من الشجره ونتذكر هالاشياء يلي هلا هيدا أنا يوم أنا. الفرح انه الانوار مثل ما قلتي يلي بترمز الى النور الالهي الدائم عقبال كل سنه بما انه حطيتي ان شاء ومغارتك ان شاء الله يا رب يسوع ببيتكم وبقلوبكم ايضا بخبر بيان من مجلس كنائس الشرق الأوسط بطالب بالعدالة لا أرتساخ انطلاقا من رسالته كمنظمة دينية إنسانية ذات أهداف تتوخى المصالحة والتقارب بين الشعوب والجماعات المتحاربة من خلال الحوار للعيش معا بسلام أو من خلال الحفاظ على التعايش السلمي المشترك وعلى هالاساس بيدعي المجلس الاطراف والجهات الدوليه الى ضمان استمرار وقف اطلاق النار بارتساخ وذلك حمايه للالاف من الاهالي الذين ما زالوا بدائره الخطر حتى الان ويشعر المجلس بالقلق فيما يخص الحريه الدينيه والكنائس الارمنيه الموجوده بالاقليم التي هي من صميم التراث المسيحي. بما فيها الاديره والاثار والمتاحف يلي للاسف عم تتعرض للتدمير وحتى لخطر المحو الكامل عن الخارطه وكذلك يشعر بالقلق حيال الاشخاص فيما يخص ممارسه الشعائر الدينيه الاشخاص يلي قد يتعرضون لشتى انواع الاعمال الانتقاميه من هيك يدعو المجلس جميع المنظمات الدوليه الى المشاركه في حمايه البشر والحجر بارتساخ الله يبعد الحروب عن كل البلدان <applause> ان شاء الله يا ربي ما بقى نشوف وما نسمع انه ولا منطقه بالعالم فيها نزاعات وفيها قتل وخوف ودمر ان شاء الله الى صحه غذائيه كمان <تكلم> هلا نحنا بموسم الافوكا الافوكا يا اما في ناس قلت بحبوه كثير يا اما في ناس أيه. <تكلم> ابدا ما بيحبوه ولكن ما فينا ننكر انه له فوائد كثيره رح نعدد شو الفوائد تبع الافوكا اليوم هو باول عدم بيعزز صحه الكبد بيعزز صحه الكلاوي بكافح الشيخوخه بيساعد على امتصاص المغذيات بيساعد على ضبط مستوى السكر بالدم بيحتوي على خصائص مضاده للسرطان بحسن الوظائف الادراكيه بيعالج التهاب المفاصل وبحسن الرؤيه وبالمعلومات عن فاكهه الافوكا بنقول كمان انه هو بيحتوي على نسبه قليله من الكربوهيدرات ونسبه عاليه من الدهون ولكن جدير بالذكر انه الافوكا في كل حبه 322 سعره حراريه يعني هي فعلا مهمه جدا انه نتناولها ولكن مش لازم كثير نكثر لازم ناكلها بعد باعتدال يعني لانه بتنصح كثير <applause> صحتين <تصفيق> الف صحتين مشاهدينا مقدمتنا انتهت دقيقه قليله ومنبدا مع ضيوفنا هو ذا بيت لحمة تضاهي السماء فتسمع فيها أصوات تسبيح الملائكة من الكواكب وبدلا من الشمس أشرق شمس البر في كل جانب